وللحديث ولمزيد من القراءات حول هذا الموضوع ينضم الينا من خميس مشيط استشاري الامراض المعديه الدكتور علي شهري. اهلا بك دكتور علي معنا على عين الخامسه. دكتور في البدايه يعني تقريبا 958 حاله مصابه في المملكه، تقريبا قل العدد عن بالامس وقبل امس كذلك، كيف تنظر الى هذا التناقص؟ حياكم الله استاذي وحيا الله مشاهدي الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقه نحن لازلنا في موضع أو في موقف خطر صراحة وحذر جدا باتجاه هذه الارتفاعات التي حصلت في الأشهر الأخيرة أو الأسابيع الأخيرة من هذه الأيام. صراحة الارتفاع والانخفاض، أي حالة صراحة ولو انخفاض حالة واحدة نحن نطمئن، ولكن لا نستطيع أن نقول أن وصلنا للحد الذي نستطيع أن نقول أننا مطمئنين تماما فيه إلا بعد أن تمر الحالة المستقرة أو يسمونها دورة الفيروس الذي تمر تحتاج تقريبا 14 يوم. الذي صراحة مع نزول هذه الأعداد لازمنا أيضا نلاحظ ارتفاع الأعداد في العناية المركزة، يعني اليوم سجل أكثر من 40 حالة، وأيضا عدد الوفيات هذه أيضا من الأرقام التي لا بد أن نتابعها، هي من الأرقام المهمة. لذلك أنا لازلت أقول أن لازلنا في وضع يجب معها الاستمرار وزيادة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية لانخفاض الحالات بشكل عام وانخفاض الحالات الحرجة الذي هو أهم من ذلك كله. وإن شاء الله سبحانه وتعالى في الأيام القادمة لو استمرينا على ما نحن عليه هكذا، وأيضا مع توفر الله الحمد اللقاحات التي متوقع أن تأتي قريبا بكميات هائلة، سنصل بإذن الله سبحانه وتعالى للمرحلة المطمئنة في الوقت المناسب بإذن الله. بإذن الله. طيب دكتور علي، أشارت الصحة بالأمس إلى أنه مريض السكر يعني ربما ستتضاعف عليه الأعراض وأثر الإصابة بالفيروس، ما الأسباب لذلك؟ في الحقيقة هناك من الأشخاص أشخاص من فئات عالية الخطورة للإصابة بفيروس كورونا. المريض السكري للأسف هو بسبب وجود السكر يؤثر على كثير من الخلايا ومن ضمنها الخلايا المناعية. فالخلايا المناعية والخطوات التي يقوم بها الجسم للمناعة ومحاربة سواء الفيروسات أو البكتيريا أو غيرها من الميكروبات تضعف كثيرا عند مرضى السكري، وهذا طبعا يتناسب طرديا مع انضباط السكر ومع المدة الزمنية التي كان المريض يعاني منها من السكر. حتى وين أخذ اللقاح يا دكتور؟ لا، اللقاح صراحة هو من الأسباب بإذن الله سبحانه وتعالى لمنع حصول هذه الإصابات، لذلك هو من المرضى الذين نحاول أن يستعجلوا في أخذ اللقاح. لذلك وضعت الدولة المرضى عالي الخطورة والفئات عالية الخطورة مثل كبار السن لأكثر من 50 سنة أو 60 سنة، مرضى السكري وغيرهم من المرضى الذين لديهم أمراض مزمنة في الدرجات العليا والمقدمين في أخذ الجرعة الأولى أو أخذ الجرعة الثانية من اللقاح، لأن اللقاح سيساعد بإذن الله تعالى في خفض معدلات الإصابة والتطور الإصابة لو حصلت إلى العناية المركزة أو غيرها من المضاعفات. نعم دكتور علي، إذا ما تحدثنا عن اللقاح، كيف تنظر إلى نسبة الإقبال على التطعيمات لسيما بعد يعني توسيع الصحة لدينا، فتح مواعيد كثيرة لتلقي فايزر بالتحديد نزولا عند رغبة المواطنين؟ في الحقيقة أنا بدأت أرى ويصلني بعض الاتصالات والتساؤلات الذين يرغبون في أخذ اللقاح عائلات بأكملها، وهذا صراحة شيء يطمن وهذا ما نتمناه. الأمر الآخر أستاذي، الشيء الجميل والذي أفرح الممارسين الصحيين هو السماح للحوامل بأخذ اللقاح الذي صدر أمس أو قبل أمس. الحوامل صراحة فرحتنا نحن كممارسين صحيين لأسباب كثيرة، ولكن أذكر من ضمنها ثلاث أسباب مهمة جدا. الأمر الأول أن الحامل لديها صراحة ضعف في المناعة بسبب التغيرات الفسيولوجية والتركيبية التي تحصل أثناء الحمل، وهذا يجعلها عرضة كثيرا لمضاعفات المرض. الأمر الثاني أننا نحمي نفسين، نحمي الأم ونحمي الجنين. الأمر الثالث أنه للأسف حينما تصل الأم أو المصابة الحامل إلى المستشفى ليس عندنا خيارات دوائية، لأن الأدوية كلها لا تناسب الحامل وقد تؤثر على الجنين، فلذلك نقف مكتوفي الأيدي فقط لنستعمل الأشياء التي تساعد في حفظ التنفس وحفظ بعض الأمور أو أعضاء الداخلية للجسم، ولا نستطيع أن نعطيها أي دواء. فلذلك فتح وزارة الصحة بعد وجود الدراسات التي أثبتت أنها نافعة للحامل وللجنين
وأنه ليس هناك ضرر لا على الحامل ولا على الجنين من أخذ اللقاح. لذلك وزارة الصحة مشكورة سمحت بأخذ اللقاح يوم أمس، ونحن ندعو جميع المواطنين والمقيمين والآن صار الحوامل داخلين في هذا الطلب أن يذهبوا سريعا لأخذ اللقاح، لأنه بإذن الله سبحانه وتعالى البوابة الأخيرة للخروج من هذا المنحنى الخطير. نعم دكتور، يعني نحن تقريبا في الأسبوع الماضي حققنا تقريبا 1,000,000 متطعم ومتطعمة في المملكة، هل هذا المعدل جيد وسنسير إلى الهدف المتحقق بإذن الله باختصار؟ نعم جيد، ونحن وصلنا الآن إلى 8,000,000 وهو تقريبا ربع الحالات أو الأعداد التي تصل بنا بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المناعة المجتمعية. نتمنى أن نستمر على ما نحن عليه وأكثر بإذن الله. بإذن الله تعالى، شكرا جزيلا لك من خميس مشيط استشاري الأمراض المعدية الدكتور علي الشهري.